غياب من عام 2000 للسيد إيزاكيل فرنانديز، إذا ما استثنينا طبعا فيكتور مندييتا وكذلك خورخي فالديز. هذه كرة الآن ملعوبة إلى منطقة الجزاء، إلى هدف أول، إلى هدف أول، إلى هدف أول المنتخب الإسباني. بيدرو ينجح في تسجيل الهدف الأول، بيدرو ينجح في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب إسبانيا. ممتاز التعامل من بيدرو مع الكرة الماضية، بيدرو رودريغيز لاعب برشلونة تعامل مع الكرة بشكل جيد، وبعد الكرة سكرت الشباك كهدف أول لصالح المنتخب الإسباني. على فكرة، على ذكر برشلونة، فإن برشلونة لاعبين الذين تم استدعائهم للمشاركة في هذه المباراة هم الأكثر في قائمة المنتخب الإسباني التي تم استدعائها للاشتراك بهذه المباراة، باعتبار أكتوبر 2012 حل في أعلى مرتبة بالنسبة له في تاريخه حينما جاء في المركز رقم 43، وتراجع هذا الشهر ثلاث مراكز إلى الوراء. وديفيد فيا الآن يضيف الهدف الثاني، ديفيد فيا يضيف الهدف الثاني في صالح المنتخب الإسباني. ديفيد فيا سجل الهدف الثاني للمنتخب الإسباني 2-0، بذلك تصبح النتيجة الآن المنتخب الإسباني يضيف هدف الثاني عند مرور نصف ساعة من زمن شوط المباراة الأول. يتمكن من تسجيل الهدف الثاني بواسطة مهاجمة ديفيد فيا. نتابع الكرة مرة ثانية إذا كان بالفعل، بالفعل ديفيد فيا اللي سجل الهدف الثاني بعد تمريرة جاءت ممتازة من أنيستا. حط الكرة لديفيد فيا اللي راح يمثل منتخب بنما اللاعب جوميز. هذه كرة اللعب ممتازة جدا، ممتازة جدا، ممتازة، برافو، برافو. هدف ثالث بيدرو، تعامل مثالي جدا واستغلال رائع، يسجل مع الهدف الثالث للمنتخب الإسباني. استغلال رائع للهجمة، تعامل مثالي، تمويه على حارس المرمى خايمو بينيدو، وبالتالي تسجيل الهدف الثالث الآن للمنتخب الإسباني. تعامل رائع من بيدرو، تعامل مع الكرة بصورة مثالية والأمثل بصراحة. التمريرة الرائعة والذهبية من جانب ماتا، ماتا وضع الكرة بين جميع المدافعين، اخترق فيها صفوف الدفاعات لمنتخب بنما. تشافي هو اللاعب الأفضل في إسبانيا في مثل هذه الكرات، والهدف ما في، كلهم مميزين، كلهم رائعين. راموس يسجل الهدف الرابع الآن، يعني كل شيء يحدث بمشيئة الله. ولكن تخيلت أن الأمر فيه هدف أصلا، تخيلت أن الأمر فيه هدف، والهدف بالفعل يأتي بواسطة راموس الآن، هدف رابع، جول رابع. شوف الكرة مرة ثانية، راموس هذه المرة إمكانات بينيدو لا تمكن من أن يتصدى للكرة اللي سجل فيها راموس هدف الرابع للمنتخب الإسباني. كانت بالفعل صعبة من راموس. كرة لصالح المنتخب الإسباني، مرور وخامس، خامس، أول هدف، أول هدف يسجل في مصلحته. ماركيز ساسيتا يسجل أول هدف في صالحه، الهدف الخامس إذا لصالح المنتخب الإسباني. يسجل ساسيتا لأول مرة يسجل هدف دولي إلى جانب منتخب إسبانيا. بمرمى المنتخب الإسباني إيكر كاسياس، وضربة الجزاء، هدف أول ممكن يكون حاضرا من جانب المنتخب المستضيف، المنتخب البنمي، والهدف الأول، والهدف الأول، وأيضا فرحة كبيرة. جوميز يسجل الهدف الأول، الجماهير تفرح هنا كثيرا في الهدف الأول، الهدف الذي يأتي لأول مرة من جانب المنتخب البنمي في شباك المنتخب الإسباني. فرحة كبيرة. إيكر كاسياس لا أعتقد أنه غاضبا
على دخول الهدف في مرمى بقدر ما أنه مندهشا عن الأحوال.